ولادك وايضا تؤدي وظيفتك. لطفي الحمد لله، يعني نقول انه المرأة العاملة دائما ينظر اليها من انه تلك النظرة اللي تقول انه المرأة العاملة محال يعني توفق بين بيتها وبين اولادها وبين عملها، لكن الحمد لله انا استطعت اني نوفق بين البيت بين الاولاد وبين كذلك العمل تاعي اللي يطلب مني ضغط كبير وبريسيون يعني صح. وربما انتم هي ايمان كانت تخدم في قسم نيوز في قسم الاخبار وعلى بالها حجم الحجم المعاناه اللي كنا نعانيها من الضغط من المباشر وغيرها. انا اليوم انتقلت من الاخبار انتقلت الى الحوارات واداره النقاشات وضغطي يطلب مني ضغط اكثر ولازم ضيوف يكونوا في الوقت ولازم يكونوا حاضرين كذلك، لكن الحمد لله انا نقول بانه المراه العامله هي مجاهده.